بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. اليوم تم افتتاح حبير ما متوضى لقرية كاملة عن المرحوم يوسف علي أبو صلاة الحدساوي من زوجته وأبنائه وأبناء أخي فراس وفارس من المغار. نوع البير الكهربائي والمواضي بإشراف طراحم صنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المواضي في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووص مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.